أهلا بيكم. النهاردة هعمل لكم الرجل بتاعت بوجي بطريقة سهلة خالص. انا جهزت واحده بالشكل ده، لسه هعمل الجزم مربوط. هنعمل عقد البدايه بالشكل ده، 1 2 3 4 5 6 7. هنعمل في تاني غرزه حشو، والحشو دي اللي هتعتبر بعد كده تبقى ايه من ضمن الزياده. وهنعمل 1 2 3 4 5، وفي آخر غرزة اللي هي غرزة العقدة بتاعت البداية هنعمل 3 حشو في نفس الغرزة، يعني تزايد ثلاثي. وناخد الخيط معانا كده بالشكل ده، وهنعمل 1 2 3 4 5، والخمسة طبعا ثابتين من ناحية دي ومن ناحية دي. في الغرزة اللي احنا عملناها الأخيرة هنعمل فيها تزايد، 1 2 بالشكل ده، ونحط العلامة. عندي نهاية كل سطر، والغرزة اللي بعدها على طول هنعمل فيها برضو تزايد. نخلي بالنا قوي قوي، السطور دي عايزة دقة شوية. واحد اتنين، هنعمل 5 ثبات، 1 2 3 4 5 بالشكل ده. التلات غرز اللي احنا عملناهم تزايد هنا هنعمل في كل واحدة تزايد، يعني التلاتة هيبقوا 6. 1 2 التانية 1 2 الثالثة، 1 2، ونعمل 5 أساسي زي الناحية التانية، 1 2 3 4 5 بالشكل ده. هنلاقي قبل العلامة في غرزتين هنعمل فيهم تزايد مرتين، يعني 1 2، واللي جنبها برضو تزايد، 1 2. هننقل العلامة بالشكل ده. هنعمل في أول غرزة تزايد، وبعدين هنعمل 6 حشو، 1 2 3 4 5 6
بالشكل ده، وبعدين هنعمل تزايد، واللي بعدها حشو، واللي بعدها تزايد، واللي بعدها حشو، واللي بعدها تزايد، بعد ما عملنا تزايد حشو تزايد حشو تزايد، هنعمل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، هنعمل تزايد حشو تزايد حشو بالشكل ده، ننقل العلامة، هعمل تزايد وبعد كده اعمل 11 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بالشكل ده، وبعد كده هنعمل تزايد حشو تزايد، وبعد كده هنعمل 11، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بالشكل ده، الغرزتين الباقيين هنعمل تزايد واللي بعدها حشو، هننقل علامة، هعمل 3 أسطر ثبات من غير تزايد ولا تناقص وارجع. خلصت 3 أسطر ثبات على 32 غرزة حشو، هنعمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، هنعمل تناقص 4 مرات بالشكل ده، ناخد فرعين أماميين ونسحبهم كده ونسحب الاتنين، نسحبهم كده يبقى كده 2، ثلاثة،
كده 4، وهعمل 12 غرزة حشو لغاية العلامة. كده خلصت السطر، هنقل العلامة، هعمل 11 غرزة حشو وارجع لكم. عملت 11 غرزة حشو، هعمل 3 مرات تناقص. كده 1، كده 2،3. هخلص 11 غرزة حشو لغاية العلامة وارجع. كده خلصت من السطر، هنقل العلامة وهنعمل 10 غرز حشو. هعمل لكم 10 غرز حشو وارجع. كده عملت 10 غرز حشو، هعمل 3 مرات تناقص. اتنين، تلاتة، هعمل 10 غرز حشو وارجع. كده خلصت 10 حشو، هنعمل 8. واحد، هخلص 8 حشو وارجع. خلصت 8 حشو، هنعمل 3 مرات تناقص. واحد، اتنين، تلاتة. هو خلص 8 من الناحية دي وارجع. كده خلصت 8 غرز حشو، هننقل علامة وهعمل 3 أسطر ثبات. هعمل 3 أسطر ثبات وارجع. كده خلصت 3 أسطر ثبات على 19 غرزة حشو. هنبتدي، انا قصيت الكرتونه دي على قد القعده، هحطها بالشكل ده. عشان ينفع يقف وهحشي فايبر نحشي اول باول كده عشان ما يضايقناش بعد كده. بالشكل ده هنعمل في اخر غرزة، هنعملها تناقص عشان انا عايزة 18 بس. هنسحب بالخيط الازرق عشان نعمل بنطلون، وهنربط الفتلتين، هنربطهم في بعض.
ونقص الخيط ده، مش عايزينه تاني. بالشكل ده هنعمل في كل غرزة حشو، غرزة حشو يعني 18 غرزة حشو ثابتين لغاية لما نوصل ل 19 سطر. هنرتفع 19 سطر، انا بحاول اختصر لكم الفيديو عشان ما تملوش. كده هكبر، وكل ما اكبر شوية احشي لغاية لما اوصل ل 19 سطر وارجع. بالشكل ده خلصت رجلين زي ما انتوا شايفين كده. لازم نكون وقفنا عند الجنب كده بالظبط، الجنب الداخلي، عشان نعرف نشبكهم في بعض. ماشي، اتأكدت ان في الجنب كده بالظبط. هنعمل كده اهو، هنلاقي كده في الجنب اهو. هنعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وهنعمل 1 كده. اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، 6 7، احنا عرفنا ان ده دول 18، دول 18. هلف لغاية لما اجي عند عند الثلاثة سلسلة وارجع. وصلنا بالدوران لغاية الغرزة 18. هنعمل في الفرع الخلفي، وهنبتدي نعمل 18 غرزة الباقيين. اتنين، تلاتة، أربعة. هخلص لغاية الدور، لغاية لما أقف هنا أهو وأرجع. خلصت لغاية دوران 18، هعمل هنا 3، ثلاثة،
وهعمل سطر تاني دوران كده. خلصنا، هنعمل التلاتة واحد اثنين تلاتة. يبقى احنا خلصنا تلاتة من الناحية دي وتلاتة من الناحية دي، تلاتة ادي كده ستة، وتمنتاشر وتمنتاشر ستة وتلاتين، يبقى ستة وتلاتين وستة 42 غرزة حشو. وكده خلصت الرجلين. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.